افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسجد أبو شقة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 9 مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية. نتابع. وبلغ العدد أكثر من 1400 مسجدا في افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية منذ شهر سبتمبر من عام 2020 وحتى الآن. افتتاح مسجد أبي شقة بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة في حضور وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، مسجد أقيم على طراز معماري وبناء هندسي يسر أعين الناظرين كباقي البناء الذي انتهجته الدولة المصرية في مختلف القطاعات. لا مجال إطلاقا بقى لإعادة بناء زوايا أو مصليات، وإنما هو المسجد الجامع بهذا المفهوم العصري العظيم. وما تم في مصر من عمار البيوت اللي عز وجل في ال6 سنوات الأخيرة لم يحدث عبر التاريخ، لا بهذه النوعية ولا بهذه الكمية ولا بهذا الدعم ولا بهذا التواجد ولا بهذه الروح. ولم يقف بناء الدولة المصرية على بناء دور العبادة فحسب، إنما في مختلف القطاعات على مستوى المحافظات كالتي تشهدها محافظة الجيزة الآن. عندنا مراكز كانت بالكامل محرومة من خدمة الصرف الصحي، النهاردة عندنا 3 مراكز دخلها الصرف الصحي حضرتك النهاردة، الصف أطفيح العياط الواحات البحرية حضرتك النهاردة، بالإضافة لمشروعات اللي بتتم النهاردة حياة كريمة النهاردة على مستوى القرى. فالتنمية تنمية شاملة وممتدة من المدن للقرى للربوع المحافظة كلها. إنشاء وتشييد وتطوير العديد من المساجد قاربت 1300 مسجد، وده رقم غير مسبوق في 9 أشهر. خطبة الجمعة لوزير الأوقاف أكدت على دور مصر المحوري والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية وتحركاتها في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة. لابد أن نشيد بجهود الدولة المصرية التي أدت وأصمت وقفا للعدوان على غزة، وللمواقف المشرفة والمبادرة العظيمة التي أطلقها السيد الرئيس لإعادة إعمار غزة. وأخيرا، ما تراه الأعين في أنموذج بناء المساجد بالأشكال الهندسية الحديثة كالذي تعكسه الكاميرا الآن نوع من أنواع البناء، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وتستمر وزارة الأوقاف في افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية بطراز معماري فريد وجودة في التنفيذ، ليكون وبحق بناء الدولة المصرية الحديثة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من أمام مسجد أبو شقة بمدينة 6 أكتوبر، وليد هيكل، التلفزيون المصرية.